أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. صدق الله العظيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله وآتوهم من مال الله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض الله نور
في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقظ من شجرة مباركة صدق الله العظيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة. المصباح في الزجاج، الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتون
الزيتون لا شرقي ولا غربي الله نور الله نور الله نور السماوات والأرض المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا والله بكل
صدق الله العظيم. في بيوت أذن الله أن تدفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار في بيوت يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
يخافون يوما يخافون يوما في بيوت أذن الله أن ترفع أذن الله أن ترفع ليجزيهم الله
الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين أعمالهم كسراب بقيع كسراب بقيع والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه فوج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من ألم تر أن
له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. وإلى الله المصير. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. أعطيناك الكون
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف
أطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. يا خير الرازقين ارزقنا يا ربنا بألف القرآن ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلة وبالدال دواء وبالذال ذكرى وبالراء رحمة وبالزاي زلفى وبالسين سلاما وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فرجا وبالقاف قوة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم ملكا وبالنون نصرا وبالهاء هداية وبالواو وقاية وبالياء يقينا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات الذلات ويا منزل الرحمات ارحم اللهم برحمتك فقيدتنا. اللهم ارحم فقيدتنا. اللهم أسكنها فسيح الجنات. اللهم شفع فيها القرآن والصيام وصالح الأعمال. اللهم شفع فيها صاحب المقام. اللهم اجعل قبرها نورا. اللهم ثبتها عند السؤال. اللهم لا تحرمنا
ألحقنا بها على خير يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أيها المستمع الكريم، والله لقد صدق القائل، زهى النور لما تجلت آية الهدى وأبدت زهور السعد خدا موردا ومست رياض الحسن تيها ونشوة وصار لسان الحور درا منقضا، تغرد بي رضوان في خير جنة وجبريل من فوق السماء مرددا، وغنى به على حسن التلاوة بلبل تعجب منه العندليب فغردا. حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمدا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كلنا جميعا كنا مع آيات الله، مع كتاب الله، مع من تخشع له الجبال وتسبح الطير بحمده بالغدو والآصال. كلنا جميعا كنا مع قرآن محكم وقارئ النطق وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض بما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قرأ علينا هذا القرآن العظيم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجى، مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في لسنس القراءات وعلوم القرآن والمقيم بمركز ومدينة الدنجاد محافظة البحيرة. أما بذلك عن أحدث مكبرات الصوت العالمية والإنارة الربعية والمعرض الفني أركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف الحج علي بهجت وأولاده المقيمين بعزبة عمر. حضرة السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.